تساوي المرموز المثمن بخير. فالدكتور بقى كتر دماغك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج الإيس إن جي. أورطة في ستيرويد، هايبرتنشن، كوأكسيشن أوف أورطة، أو كارديوماغرافي بقى بتكبر البلد من غير ما يبقى في سبب. قياس الضغط يعني إيه نورمال؟ يبقى شيء يحس البصة على الناحيتين زي بعض، مفيش راديو فيمورال ديلي، يبقى مش كوأكسيشن. يحط السماعة مفيش مرمرز، يبقى مش قلت كده، يبقى دايخ هايبرتروفيك كارديوماغرافي. يا سلام بقى العيان قال له ان انا جاي دايخ بحاجه بيفكر اكتر، يبقى هايبرتروفيك كارديوماغرافي. ممكن يبقى دايخ يعني جاله فنتريكولار تاكيكارديا، او مش وده ممكن ده بيخوف صوت الكارديك ده يموتوا فجاه، فيجي معاه. وبعدين دكتور البطنه او دكتور القلب او دكتور اللي متعلم يبص في الاي سي جي يكتشف ان هو ضارب الكاليبر في اثنين، فبدل ما الفولتج يبقى نورمال بقى ضعف. ده زرار على الاي سي جي لو دوسنا عليه بالغلط، خلاص؟ وبالتالي يطلع كل الفولتج كبيره، بقى عنده لفت بس كبير ولفت اتر كبير وعنده كذا. وفي الاخر ايه؟ بالمناسبه الحكايه دي مش بتحصل من حد جي بي بس، بتحصل من ناس كتير المفروض ان هم يبقوا مثلا بعض زمايلنا من دكاتره التخدير. لو هو مش واعي بالاي سي جي بالحاجات البسيطه دي ممكن يكنسل عيان من الليسته، علشان لا ده عنده لفت فنتريكولار هايبرتروفي يعملوا لي ايكو اشوف ايه اللي في القلب، وهو اصلا كل الاتجاه ايه؟ الكاميرا دي بقى حاجه فيري براكتيكال. فين البوينتر؟ طيب دي صفحتي على اليوتيوب تابت فيها الاول اس جي بيزك اس جي للي حابب يعني يسمع او عايز يستفيد اكتر. هتلاقي في الكتروفيزيولوجيكال ستادي حتى لو هو عايز ادفانسد اكتر، هتلاقي في كمان كورسات ليها علاقه بالكاردياك ام ار اي والكاردياك سي تي يعني لو كان حد انترست. طيب ورقه الاي سي جي، ورقه الاي سي جي بتطلع من الجهاز بمعدل حد يعرف 25 ملم في الثانيه، في الثانيه 25 ملم في الثانيه. ذات مينز انه يا ريت بس اتاكد ان انتوا شايفين كده بقى. ها طيب، فورقه الاي سي جي بتطلع بمعدل 25 ملم في الثانيه. طبعا انتوا عارفين ان هي متقسمه لمربعات كبيره ومربعات صغيره على حسب الخطوط دي، فالخطوط دي المسافات ما بينها ما بين المربع يعني قطر المربع الصغير او طول ضلع المربع الصغير كام ملي؟ لا الصغير ملي واحد، انما المربعات الكبيره 5 ملي. خلاص؟ يبقى لما اقول لك 25 ملي متر بير سكند ده سرعه خروج الورقه، دي معلومه بيزك بس هتفرق معانا كتير قوي لما نحدد الهارت ريت مثلا واحنا بنحدد الكوندكشن ديفكتس. يبقى 25 ملي متر في الثانيه، اذا كم مربع صغير؟ 25 يبقى 25 سمول سكوير بير سكند. طيب 25 سمول سكوير يا جماعه في حد معزم عليها ولا ايه؟ طيب يبقى انا عندي شكل ده مش هتنفع.
يا يعني ممكن تكون بتعمل كده ليه؟ طيب معلش لحظة. ظهرت كده؟ كويس. يبقى 25 سمول سكوير بير سكند. يبقى استنى كام مربع صغير بالعرض؟ 25 سمول سكوير. طيب يبقى انا كده ال1 سمول سكوير يبقى كام من السكند؟ 1 على 25 من الثانية مش كده؟ يعني قد ايه؟ 4 من 100 ايه؟ ثانية. كويس. طيب لو انا عايز اقول بقى 1 بيج سكوير، طبعا زي ما انتم شايفين كده البيج سكوير ده فيه كام سمول سكوير بالعرض؟ 5. يبقى ال1 بيج سكوير بكام؟ هضرب اللي فات دي بخمسه، يعني 4 من 100 في 5 يطلع كام؟ 2 من 10 سكند، يعني 5 ثانيه. طيب ال 25 سمول سكوير دول يساوي كام بيج سكوير؟ 5. يبقى انا عندي ال 5 بيج سكوير بيساوي ثانيه. طيب لو انا بقى عايز اجيب 1 مينت، دقيقه، دقيقه اللي هي كام ثانيه؟ 60 ثانيه. تطلع كام بيج سكوير؟ ايوه، اضرب 5 في كام؟ في 60، يبقى يديني 300 بيج سكوير. طيب ولو انا عايز اجيب دقيقه بالسمول سكويرز 1 مينت يبقى 1500، لان البيج سكوير الواحد فيه كام؟ في 5، يبقى 1500 سمول سكوير. انا بقى المعلومه دي مهمه جدا في ايه؟ ان انا لما اقول انا عايز نحفظ دي بقى، ان 300 بيج سكوير بدقيقه، وعايز نحفظ دي ان ال1 سمول سكوير ب 400 ثانيه. حد يعرف يقول يعني كام ملي سكند؟ 40 ملي سكند، اضرب في 1000. خلاص احنا عرفنا جم منين، بس دي اللي عايزين نحفظها. اوكي، الحاجه الثانيه هو الكاليبر اللي انا قلت لكم عليه من شويه. يبقى احنا اتكلمنا على الورقه بالعرض، طب الورقه بالطول بقى، يعني الورقه وهي طالعه بتطلع ب 25 ملم بير سكند. انها بالطول هتلاقي في اول رسم القلب دايما فيه علامه كده، صح؟ بتشوفوها دي؟ طيب اللي هو عامل زي مستطيل مفتوح من تحت كده، ده اللي بنسميه الكاليبريشن. بيقول ايه ده؟ المعلومه دي مش محتاجين نحفظها، بس يعني نبقى لو افتكرتوها، ان ال 1 ملي فولت بيساوي الارتفاع ده. يعني كام بيج سكوير؟ 2 بيج سكوير. يعني كام سمول سكوير؟ 10 سمول سكوير. ومش موضوعنا بقى، ده الطبيعي، وبالتالي هيطلع لنا رسم القلب شكله سيء عامل كده وهكذا. طيب sometimes يبقى رسم القلب، واحد مثلا عنده ليفت فنتريكلر هايبرفي، خلاص يبقى هيحصل ايه في الماسل ماس؟ ولما الماسل ماس تزيد يبقى هيزيد الفولت، فلما يزيد الفولت ممكن تلاقي البتاع ده كبير. sometimes الورقه بتبقى قصيره، فعشان الورقه قصيره بنعمل ايه بقى؟ بنيجي مصغرين الاي سي جي، وساعات الجهاز الاي سي جي يبقى من نفسه لان الورقه صغيره يجي هو ايه؟ مصغر، فيخليها يخلي الكاليبريشن عامل كده. حلو؟ تخيل بقى الكاليبريشن ده نص، معناها ايه؟ معناها عايز يقول لك انا صغرت الاي سي جي للنص. ده تلقائي من غير ما انا اظبطه. طب لو انا لقيت الاي سي جي معمول شكله نورمال، المفروض انا في دماغي اضربه في كام؟ في 2. فانت دايما لازم تبص على مين؟ على الكاليبر ده. طيب اللي انا لسه حكيت لكم قصته، هتلاقي اي سي جي كده، هتقول اوبا اهو عنده فولتج كرايتيريا بتاعت ليفت فنتريكل كبير، وبتاع ليفت اترم كبير، ورايت اترم كبير، وبالتالي العيان كل حاجه عنده كبيره. وبعدين تكتشف ان هو بس اصلا مضروب في كام؟ في 2. ده دبل كاليبريشن. اذا ده اسمه هاف كاليبريشن، ده دبل كاليبريشن. ساعات نلاقي ربع كاليبريشن حتى ايفن كده، لما يبقى عيان عنده ليفت فنتريكل كبير قوي وورقه الاي سي جي صغيره، فكان هيطلع بره الاي سي جي، فالجهاز التلقائي يعمل ايه؟ بيقللها. المهم ايه المعلومه دي هنستفيد منها ازاي؟ اول حاجه تبص عليها في الاي سي جي تبص على الكاليبريشن. لقيته معمول نورمال، خلاص انت كده انسى بقى ان يبقى تستخدم دماغك في الطبيعي. طيب لقيته ان هو هاف او كوارتر او دبل كاليبريشن، هتبتدي انت ايه؟ تستخدم دماغك بقى، وده مش هياثر على الويت، ده هياثر على ايه؟
على الارتفاع بس، على الهايت، ما يقطعش على الويتس في حاجه. الويتس ده ليه علاقه بحركه بسرعه خروج الايه الورقه، اللي بالمناسبه نقدر نتحكم فيها برضه. يعني ساعات مثلا يبقى العيان عنده برادي سيفير برادي، فدي ضربه وبعدين بقى قاعدين مستنيين الضربه الثانيه وهكذا. طب انا عايز اشوف عدد كبير من الضربات، يبقى محتاج اخلي الورقه تطلع ببطء بدل ما بتجري بسرعه، وخليها تطلع ايه ببطء. فانا ممكن بدل ما كانت بتمشي بمعدل 25 ملي متر بير سكند، والرقم ده بتلاقوه موجود تحت ورقه الاي سي جي، عايز يقول لك احنا طالعين بالنورمال الطبيعي بتاعنا. لا انا ابطا الموتور بحيث لما ابطا الموتور الورقه تطلع ببطء، فالضربات تطلع مسافات ما بينها كبيره ولا صغيره؟ صغيره، ما الورقه طلعت ببطء. طيب لو الورقه طلعت بتجري، انا ممكن اخليها تطلع 50 ملي متر بير سكند، الضعف. زي ايه مثلا؟ زي العيانين اللي عندهم فيري رابيد هارت ريت، وانا عايز اشوف في بي ولا مفيش بي، والبي راكبه على التي اللي قبلها، او انا مش عارف، اميز بي من كتر ما الضربات مالها سريعه جدا. فاجي انا ظابط الجهاز على انه يطلع بمعدل 50 ملي متر بير سكند، هتلاقي الورقه طالعه ايه بتجري، فساعتها المسافات هتوسع. فتيك كير بقى، لو لقيت 50 انت المفروض الريت اللي قدامك ده هو ريت ابطا من الطبيعي، نص الطبيعي. يعني زي ما هنقول دلوقتي، انا دلوقتي الورقه طالعه بتجري، فالمسافات طالعه مالها كبيره، فلو انت طلعت هارت ريت هيبان لك كما لو كان العيان برادي، العيان مش برادي ولا حاجه، ده انت خليت الورقه ايه تجري. ده هيفرق معانا واحنا بنحسب الهارت ريت. حد عنده سؤال كده حتى الان؟ هي السرعه بتاع خروج الورقه، نعم الورقه بتطلع ب 25 ملم بير سكند، ده الستاندرد. لو مش مكتوب حاجه يبقى هي طالعه كده. طيب لو لقيت مكتوب 50 ملم بير سكند، يعني الورقه دي طالعه ايه بتجري. احنا امتى بنحتاج نعمل كده؟ لما ضربات القلب تبقى سريعه قوي وانا عايز اميز الويفز من بعضها، فخلي الورقه تطلع بتجري فالويفز تطلع بعيد عن بعضها. اوعى بقى انت تلاقي الويف لقيتها بقت واسعه كده، فلو لقينا الويف واسعه كده يتهيأ لنا انه عنده كوندكشن ديفكت. لا، ده هي واسعه علشان انا خليت الورقه ايه تجري. لو حبيت احسب الهارت ريت مثلا اقسمها على 2. ايوه، لو مفيش كاليبر يبقى هو الكاليبر بتاعه طبيعي، مش هيبقى ما بيغيرش، انما لازم يبقى فيه كاليبر. طب ما فيش كاليبر يبقى كاليبر الطبيعي. سؤال تاني، انا عايز كل دول يوقفوني ويسالوا، لان في الاخر ده هيفرق جدا واحنا بنمارس. دلوقتي لو الورقه طالعه بتجري، الهارت ريت شغال بانتظام اهو، الورقه بقى بتجري فعملت مسافات كبيره ما بين الضربه والثانيه. العكس يا جماعه، هو القلب هيشتغل مع الورقه. يعني انتوا متخيلين ان انا لما بسرع جهاز الاي سي جي القلب بيسرع كمان؟ طب لما انا ببطئ ورقه الاي سي جي القلب بيبطئ؟ القلب شغال بمعدل معين. طب تحسبوا نفسها بالارقام؟ بالارقام. احنا قلنا الدقيقه كام مربع كبير؟ 300، صح كده؟ في حد عنده مشكله في دي؟ طيب ماذا لو كانت الثانيه ب 50 ملي متر؟ يبقى انا ساعتها محتاج ال 1 مينت هتبقى قد ايه؟ الدقيقه هيضرب في 60، 60 في 50 سوري ال الدقيقه اضرب في 60، يبقى انا هيبقى كام بيج كام سمول سكوير؟ هيبقى 3000، اللي هي كانت 1500. مش احنا لسه حاسبين من شويه الدقيقه 1500 سمول سكوير كده، الدقيقه بقت كام؟ اذا الدقيقه خدت 3000 سمول سكوير، فلا يبقى اكيد المسافات ما بين الضربه والثانيه هتزيد، لان انا في الاخر عندي 70 ضربه في الدقيقه. 70 ضربه في الدقيقه دول يبقى غصب عني لازم المسافات بينهم ايه؟ تبقى. يبقى من الاخر يا جماعه عشان ما اطولش حته ما لهاش لازمه بقى، انا اللي يهمني فيها ايه؟ بص بس تحت، هل مكتوب 25 ولا مش مكتوب خالص؟ ولا مكتوب 50 ولا 12 ونص؟ مكتوب 25 او مش مكتوب ده الطبيعي. مكتوب 50 يبقى الورقه طالعه بتجري، يعني المسافات مالها كبيره، ف
فانت بالغلط هتشخص تاكي ولا بريدي؟ بريدي. مكتوب 12 ونص يبقى الورقه طالعه ببطء، هتلاقي المسافات قليله ما بين الضربه والثانيه، فانت هتشخص تاكي وهو مش تاكي ولا حاجه. ماشي؟ بناء عليها بقى بقينا بنحسب الهارت ريت. ازاي احسب الهارت ريت؟ بصوا كده، ادي احنا اتفقنا ان الدقيقه بكام بيج سكوير؟ ب 300. اذا الدقيقه ب 300 بيج سكوير. انا عايز اعرف بقى العدد الضربات في الايه؟ في الدقيقه. طيب انا الدقيقه ادي ده الدقيقه، ده الزمن، وانا المجهول عندي عدد الضربات. اقدر اجيب زمن الضربه الواحده؟ ايوه. الضربه هي المسافه ما بين الار والايه؟ والار دي. طيب دول كام مربع كبير؟ سي وليكن كانوا 4 بيج سكويرز. ده زمن ايه يا جماعه؟ الضربه الواحده. اذا انا عندي الضربه الواحده زمنها كام؟ 4 بيج سكوير. طب يبقى ال 300 بيج سكوير اللي هم دقيقه زمن عدد الضربات فيهم كام؟ ايوه يبقى 300 في 1 على 4، 300 على 4 يديني كام؟ اذا انا ازاي بحسب الهارت ريت؟ بقسم 300 على الار ار بالمربعات الكبار. حلوه؟ 300 على الار ار بالمربعات الكبار. طيب لو انا عايز اجيبها بال 1500 عادي، اقول والله انا عندي ال 1500 سمول سكوير، هي دي الدقيقه، انا مش عارف فيها كام ضربه. طيب الضربه الواحده كانت كام؟ لو انا دول اربع مربعات كبار، يعني اربع، يعني كام مربع صغير؟ 20. اذا الضربه خدت 20 سمول سكوير، يبقى الدقيقة اللي هم 1500 سكوير سكوير تاخد كام ضربة؟ أقسم 1500 على كام؟ إذا أو 1500 على الأر أر انترفال برضو بس بالإيه؟ بالسمول سكويرز. إنما دول هيبقوا بالبيج سكويرز. نحفظها بقى، يبقى 300 على الأر أر بالمربعات الكبار أو 1500 على الأر أر بالمربعات الإيه؟ الصغار. طبعًا أسهل إن أنت تقسم إيه؟ 300 على الأر أر، كويس أوي. يبقى المسافات لما تبقى ساعتها بقى انا اقول لك ادي الار ار انترفال وانت تقول لي الهارت ريت، كويس؟ يلا. لو ان المسافه ما بين الار والار كانت اربع مربعات كبار، يبقى الهارت ريت كام؟ 300 على 4 هي 75، اكسلنت. طيب لو كانت المسافه 5 بيج سكويرز، 300 على 5 هي 60. واخدين بالكم ان كل ما المسافات بعدت كل ما الهارت ريت ايه؟ قل. طب لو المسافه ما بين الار والار 6 مربعات كبار، 50. طيب لو المسافة ما بين الار والار 7.5 مربعات كبار، اربعين. لو المسافة ما بين الار والار 3 مربعات كبار، انتوا عارفين في حد قاعد مش عارف احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقسم 300 على الار ار، فلو لو هم المسافة ما بين الار والار صغرت بقت 3 مربعات بس، يبقى 300 على الار ار يطلع فيها كام؟ 100. لو كانوا مربعين بس يا 150. لو مربع واحد 300. خلاص. النورمال هارت ريت من كام لكام؟ من 60 ل 100. من الاخر يعني النورمال ار ار انترفال من كام لكام؟ من 3 ل 4 ل 5، انا اسف. يبقى ما بين 3 مربعات كبار وخمس مربعات كبار ما هقولش لا تاكي ولا بريدي. لقيت المسافات اكتر من خمس مربعات، يبقى العيان عنده تاكي ولا بريدي؟ مش تاكي. وقعتوك عشان قلت اكتر. المسافات لما توسع الهارت ريت ايه؟ يقل. طيب لقيت المسافات اقل من ثلاث مربعات كبار، يبقى العيان عنده ايه؟ تاكي كار. خلاص. الكلام ده بروفايدد ان الهارت ريزم ماشي ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر. طب ماذا لو كان ماشي ريجولر؟ ساعتها هتلاقي فيه ضربات قريبه من بعض وضربات ايه؟ بعيد عن بعض. ساعتها بقى انا محتاج اعد، اخد اكبر واحده واصغر واحده واخد المتوسط بتاعهم. يعني لو اكبر مسافه ما بين الار والار كانت خمس مربعات كبار، واصغر مسافه في الاي سي جي ما بين الار والار كانت ثلاث مربعات كبار،
3 او 5 على الاثنين، اعتبر ان هو ماشي ريجولر باربع مربعات كور ما بين كل ضربه والتانيه ب 300 على متوسط الار ار. تعالى ب 300 على المتوسط على الاربعه يطلع كام؟ 75. مفهومه دي؟ طيب sometimes بقى الاي سي جي عمره ما بيبقى حلو قوي كده يعني. ده الاي سي جي ممكن ايه يجي ثلاث مربعات ونص او زي دي، عدوا كده معايا، ادي مربع اثنين ثلاثه اربعه ونص، اعمل ايه بقى؟ ما انا مش معايا كالكوليتر او مش عارف اقسم انا كده. ببساطه شديده لو كانت ثلاثه كان يبقى الهارت ريت كام؟ ولو كانت اربعه دول اربعه ونص، لو كانت اربعه يبقى 75، لو كانت خمسه يبقى ده رقم ما بين ال 75 والايه؟ وال 60، اضرب 68 69 70 مش هيفرق، احنا لسه within the range خلاص؟ بتقول هو بيساوي كده خلاص. طب لو كان مربعين ونص، لو مربعين يبقى 150، لو ثلاثة خلاص مربعين ونص كام يعني؟ 125؟ خلاص يبقى الهارت ريت 125. دكتورة معايا؟ اوكي، حد عنده سؤال كده؟ الهارت ريت؟ يس طبعا. لما يشوف الامر الاصلي في انهي ريت؟ مين انت في كام؟ اه اتفضل. في انهي كويس. السؤال احنا بنشوف الريجلر والريجلر دي في انهي ليج؟ هو لو ايه ريجلر في اي ليج هيبقى ايه ريجلر في كل ليج؟ في رسم اي لونج ستريب يعني لازم يكون فيها ضربات كتير. خلي مثلا هو الاس جي الليد واحد ما طبعليش منه غير ضربتين، هعرف اذا كان ريجلر ازاي؟ لازم يكون ايه؟ عدد كبير من الضربات. حد عنده سؤال حتى الان؟ فيل فري، احنا في ورك شوب مش في محاضره. اوكي، اللي انا قلته من شويه بقى كان بتاع الكونسبت بتاعت الاكسس اوف ذا هارت، هنحط بقى عليه ده ازاي نحسب الاكسس اوف ذا هارت. مبدئيا كده ادي الهارت اهو، وقلنا دي ليد واحد دي ليد اثنين دي ليد ثلاثه، وادي اي في ار سوري دي اي في ال، وادي اي في ار، ودي اي في اف. كويس، المفروض ان الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت في معظم الوقت بتاع الهارت ضربات الكهرباء ماشيه في هذا الاتجاه داونورد اند تو ذا ليفت. ليه؟ عشان مين عنده مصدر ماس اكبر؟ ليفت فنتكل، وبالتالي هو بيشد الكهرباء، معظم محصله الكهرباء رايحه عنده. صحيح الرايت فنتكل بياخد كهرباء وهو موجود انتيرير، موجود تو ذا رايت، يعني المفروض في جزء من الكهرباء بيروح هنا، بس الاي سي جي ما بيقيسليش الكهرباء التفصيليه. الاي سي جي بيقيس الالجبريك سم، المجموع الجبري. فلو عندي واحده في اتجاه، خمسه في هذا الاتجاه، و10 في هذا الاتجاه، هو بيطلع لي خمسه في الاتجاه ده. بيطرح دي من دي وخلاص. اوكي؟ طيب ده الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت. الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت في الحقيقه مش دايما كده، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده. احنا بنتفاوت زي ما احنا، في فرق ما بيننا في الطول وفي لون العين والبشره وطول الشعر وكل حاجه. فبرضه احنا في فرق ما بيننا في الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت، بس اكيد برضه احنا عندنا نورمال رينج، يعني البشر العاديين اللي في السن ده اكيد يتراوح اطوالهم ما بين كذا وكذا، وفي ناس هتبقى اكستريم. طيب ايه النورمال رينج بتاعنا؟ النورمال رينج ان الاكسس يبقى ما بين 0 و 90. وبعض الكتب قالت لا ده ما بين ماينس 30 ل 90، وبعض الكتب قالت لا ده كمان معانا لغايه زائد 110. سيبكم بقى من بعض الكتب وكل الكتب، احنا هناخد المتعارف عليه اكتر حاجه من 0 ل 90. كويس؟ اذا كلنا، بلاش كلنا دي عشان ابقى دقيق، 95% من البشر النورمال هيقع الالكتريكال اكسس اوف ذا هارت في الربع اللي تحت وشمال. ما بين ليد كام وكام؟ واحد ويفيف. جميل. بما ان الكهرباء ماشيه في هذا الاتجاه يبقى بالنسبه ليد واحد بتقرب ولا بتبعد؟ السهم الاحمر اللي انا عامله ده بيقرب؟ لا، انت لو جيت تعمل اي قوه، لو جيت حللها كده احنا جايبين، فلو دي كده هي دي محصله قوتين دي ودي، صح؟ فهي كانها بتقرب من واحد وبتقرب كمان من ايه؟ عشان اللي قاله الدكتور هشام في الاول بقى،
يبقى ليد واحد بتقرب منها ولا بتبعد؟ يبقى ترسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طب واي في اف؟ ما هي برضه بتقرب وتبتدي ترسم ايه؟ بوزيتيف هي كمان. اذا الطبيعي الطبيعي ان انا الاقي ليد واحد واي في اف عاملين كده، واحد بص لفوق واي في اف برضه ايه؟ بص لفوق. حد عنده مشكله؟ اتفضل. الأخبار كده ده كويس. يبقى ليد واحد و AVF كده بين أكثر. طيب يبقى واحد اللي بطل فوق و AVF بطل فوق برضه. طيب ماذا لو واحد كان عنده الأكسس ديفيتد تو ذا ليفت، بنسميه ليفت أكسس ديفيشن، بالنسبة لواحد بتقرب ولا بتبعد؟ جماعة ليد واحد دي ليد واحد، فده كانه محصلة قوتين كده، يبقى ده بالنسبة لواحد ماله؟ يقرب. وبالتالي المفروض عند ليد واحد يرسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ إذا هيبقى بوزيتيف هنا، بس بالنسبة للـ AVF بقى بيبعد عنها وبالتالي يرسم ايه؟ نيجاتيف. إذا لو لقيت في واحد بوزيتيف و AVF نيجاتيف، this is left axis deviation. طيب ماذا لو كان الاكسس كده؟ كده بالنسبه لواحد بيقرب ولا بيبعد؟ طبعا ده اسمه رايت اكسس ديفيشن، لانه حصل انحراف الناحيه دي ناحيه اليمين، فبيبعد من ليد واحد وبالتالي يرسم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. لا بالنسبه للاي في اف بيقرب وبالتالي يرسم ايه؟ بوزيتيف. اذا لو لقيتها نيجاتيف في ليد واحد بوزيتيف في اي في اف، ده رايت اكسس ايه؟ ديفيشن. يبقى الطبيعي ايه؟ النورمال الاثنين يبصوا لفوق، واحد واي في اف، لما تلاقيهم خاصمين بعض ومش بيسلموا على بعض يبقوا من اهل الشمال، يبقوا ليفت اكسس ايه؟ ديفيشن. لقيتهم بيقربوا من بعض وبيسلموا على بعض وبيبصوا لبعض وبيبوسوا بعض يبقوا من اهل اليمين، يعني ايه؟ رايت اكسس ديفيشن. ايه بقى يعمل ليفت اكسس ديفيشن؟ ايه يعمل رايت اكسس ديفيشن؟ طبعا دكتور محمد هيقول دلوقتي. خلاص؟ بس هو مهم، ما تفتكرش ان الاكسس مش هيفرق معاك، الاكسس هيديك كلو. يعني مثلا ببساطه شديده لو الليفت فنتكل كبر الكهرباء تروح ناحيه الايه اكتر بقى؟ الليفت، وبالتالي يعمل ليفت اكسس ديفيشن اكتر. فاذا انت ممكن اول حاجه تبص عليها تلاقي الاكسس ديفيتد فتفكر طب ما ابص كده اللي هيكون فيه ليفت فنتريكل انلارجمنت. فاذا الاكسس مهم، ما هواش برده مجرد ايه هنقعد نحسب الاكسس، الاكسس مهم. طيب ادي بقى لما نيجي نعلق على نورمال اي سي جي، وده اخر جزء في المحاضره دي ان شاء الله. اتفضل. نعم هنا ده. طيب ماذا لو كانت الكهرباء ماشيه كده؟ دكتوره اسمك ايه؟ دكتوره ياسمين بتقول ماذا لو ان الكهرباء كانت ماشيه في الربع ده كده، بيسموه نورث ويست، خلاص يعني في الشمال الايه؟ الشمال الغربي. طيب لو هي نورث ويست كده، ساعتها بالنسبه لواحد و اي في اف بتبعد وبالتالي ترسم نيجاتيف نيجاتيف. ده اللي بنسميه الاكستريم اكسس ديفيشن، او يسموه ساعات نو مانز لاند، وده ليه اسباب اشهرها المال بوزيشن اوف ليدز، حاطين الليدز غلط، ده اشهرها. انما في اسباب ثانيه، يعني ساعات مثلا فنتريكولار تاكيكارديا، عارفين ايه فنتريكولار تاكيكارديا؟ يعني ايه تاكي؟ يعني هارت ريت اكتر من كام؟ من 100. يعني ايه فنتريكولار؟ يعني السورس اوف انبلس طالع من ايه؟ يبقى في كلمه فنتريكولار تاكيكارديا، اصل ما هي ستاينس تاكيكارديا البنت اللي بيضرب برضه بسرعه. اشمعنى دي بيسموها فنتريكولار؟ عشان السورس من الباتريك. ماذا لو كان طالع من الايبكس اوف ذا فنتريكل؟ هيطلع كده صح؟ من تحت لفوق، وبالتالي يبقى الاكسس ايه؟ نورث ويست اكستريم. اذا ممكن يحصل في الفنتريكولار تاكيكارديا، الدكتور بيسال
لو الليد معايا ماي فيزيك مين الليد؟ من واحد لغير؟ سموني اعرف كل الطرق بتاعت الاكس. كان في حاجه قالها الدكتور هشام من شويه، حاجه قالها الدكتور هشام كان جميل قوي. قال ايه؟ قال لو ان انت ادي الكهرباء بتاعت الهارت كده، ادي دول خلايا، اربع خلايا من خلايا القلب مثلا، لو الكهرباء ماشيه كده من خليه واحد لخليه اربعه، شايفين ايه اللي لا فوق خلاص؟ مين مش شايف؟ لو عندي خلايا كده والكهرباء ماشيه كده كده باينه. اوكي مش هتفرق كتير دلوقتي، مش كل شيء اقعد اغير الالوان. انا عندي الكترود هنا وعندي الكترود هنا وعندي الكترود في النص. الالكترود A والالكترود B والالكترود C، خلاص؟ الالكترود A كهرباء بتقرب منه، يرسم بوزيتيف ونيجاتيف ويف. طيب وبالتالي الاكسس بتاع الهارت هيبقى هو الاكسس بتاع A، خلاص كده؟ طيب لو بيبعد عن B يبقى يرسم ايه؟ نيجاتيف. طيب سي بقى في الجزء الاولاني من السايكل من الكهرباء وهي ماشيه بيقرب ولا بيبعد؟ بيقرب، وبعدين يبتدي ايه؟ يبعد، وبالتالي يرسم نيجاتيف، فبقى واي فيزيك. اذا لو انا لقيت اي ليد باي فيزيك في الاي سي جي ومظبوطه اللي فوق قد اللي تحت بالظبط، ده معناها انها عموديه على الاكسس ولا في اتجاه الاكسس ولا عكس اتجاه الاكسس؟ عموديه على الاكسس. بسيطه قوي بقى، لو انت لقيت اي في اف باي فيزيك واللي فوق قد اللي تحت بالظبط، يبقى هي عموديه على الاكسس. طب هي اي في اف عند زاويه كام؟ يبقى انا من الاخر كده يا بزود 90 يا تنقص 90 فرق. يعني اي في اف دي عموديه، اذا هتبقى فين؟ يا اما هتبقى عند زاويه زيرو، يعني عند زاويه كام؟ 180. طب هتشوف انت الار كبيره في دي واحد، يبقى هي عند زاويه زيرو. لا لقيت واحد دي نيجاتيف، يبقى عند مين؟ يبقى انا اي ليد باي دي طريقه ثانيه بحسب الايه؟ بس كل ليد زاويتها كده، ساعتها انا اقدر اطلع لك الزاويه بتاعت الاي سي. يعني اقول لك ده الاكسس ماينس 45، جابها منين ماينس 45 دي؟ لان انا عارف ان الليد باي فيزيك كذا ماينس 60، جبتها منين؟ عندي ليد باي فيزيك وليكن مثلا ده ليد اثنين كانت هي باي فيزيك. يعني ايه باي فيزيك؟ يعني اللي فوق قبل الايه؟ اذا ما دام باي فيزيك يبقى اكيد دي عموديه على الاكسس. يعني في فرق ما بينها وبين الاكسس كام درجه؟ 90 درجه. طب هي اصلا كام درجه؟ 60، صح؟ يعني الزاويه 60. اذا حاجه من اثنين يا في ماينس 90 يبقى هي عند ماينس 30، صح؟ 60 ناقص 90 على ماينس 30، يا اما في ماينس 90. طب لو لقيت اي في ال بوزيتيف احنا رايحين ناحيتها، يبقى هي عند ماينس كام؟ ماينس 30. مش مهم، بيبصوا وبيسلموا على بعض، بيقصوا بعض الاختلاف دي. ايوه مبروك. طب ايه بقى؟ ايوه صح. لا لا كلنا كلنا القاعده ان احنا خلاص ابتدينا ان الاي سي جي اعترف ان ده بوست ودي نيجاتيف. يعني بقيت انا في الليد اللي انا موصلها بايد العيان داخله بقت دي البوست ودي نيجاتيف تول. ايوه طيب يلا ما تيجي تشوف لو في دكتور كارديا. لو في دكتور كارديا هيبقى القلب كده الناحيه الثانيه، صح؟ هل انا هغير الليدز؟ لا، وانا ببقى عارف ان العيان عنده دكتور كارديا، انا ما اعرفش.
انا بعمل اي سي جي خلاص. فهلاقي ايه بقى؟ هلاقي الكهرباء بتبعد عن ليد واحد صح؟ فلاقي ليد واحد مالها؟ نيجاتيف بس اي في اف بوزيتيف. طب ليد واحد نيجاتيف اي في اف بوزيتيف يعني عنده ايه؟ او ده واحد من الاسباب الرايت اكسس ديفيشن. بس احطه بقى في، يبقى لما الاقي رايت اكسس ديفيشن لا يكون العيان عنده ديكستروكارديا. خلاص نعدي الحته دي بقى. في حد عنده سؤال؟ اوكي اخر سؤال عشان لو ايه؟ ايوه صح صح. وده اللي هنقوله هنا في الريزم. لما يطلب منك تقول ايه الريزم اوف ذا اوف ذا اي سي جي، الريزم يبقى انت كانك بتجاوب على سؤال وات از ذا سورس اوف امبلس، مش ريجولر ولا ايه ريجولر. مش انا اسالك الريزم تقول لي ريجولر، يا سلام. طب ما الساينس تاكيكارديا ريجولر، والساينس بريدي ريجولر، والاترال فلاتر بيبقى ريجولر، والفنتريكولار تاكيكارديا ريجولر. ايه ريجولر دي؟ ما استفدتش حاجه انا. كلمه ريزم يعني ايه؟ ذا سورس اوف امبلس. طيب ايه السورس اوف امبلس الطبيعي؟ الاس نود. طب الاس نود موجوده فين؟ في الرايت اتريم، فوق ولا تحت؟ لما يبقى هتكهرب الاتريال الاول ولا الفنتكل الاول؟ اذا لازم تكهرب الاتريم وبعد كده تكهرب الفنتكل، وبالتالي لازم تلاقي بي ويف قبل كل ايه؟ كيو ار اس كومبلكس. اذا علشان تقول ان ده ساينس ريزن، رقم واحد انك تلاقيه اولا ريجولار ار ار انترفل صح؟ بس كتير بيعمل ريجولار. طب حطوا ايديكم على الريديال بالس. حاسين ريديال بالس؟ دكتوره حسن ولا بالس لسه؟ حاسين؟ خد نفس عميق وقول لي ايه الاخبار في الهارت ريت، حصل ايه؟ نفس اوبتيمال. بس ايه اللي حصل في الهارت ريت؟ بس ناس طبيعي خلاص، ناس طبيعي لما هتحط دي على الريدي البانس وياخد دي في الاسبيريشن الهارت ريت هيزيد، وده ريفلكس اصلا معروف كويس. الفينس الترن بيزيد بالرايت اتري بيحصل له ستريتش، والاستيرود بيزيد الشارج بتاعها، او من اللانج ستريتش ريسبتورز الفيكس بيبقى انهبيتد، وده برضه بيزيد الهارت. المهم مع النفس ايه اللي بيحصل؟ الهارت ريت بيزيد، ومع الاكسبيريشن الهارت ريت ايه؟ هيقل. ده طبيعي، ده ناس الاوتونوميك نيرف سيستم عندهم شغال. طيب ماذا لو عملت اي سي جي وانا بعمل اي سي جي راح العيان واخد نفسه؟ وده طبيعي، انا ما بقولوش اكتب نفسك، ايه اللي هيحصل؟ هيزيد. يبقى هتلاقي الجزء الاول من اي سي جي كان طبيعي، المسافات كويسه، بعد كده المسافات زودت، وبالتالي هتلاقي الار انترفل زاد ولا قل؟ من الاخر هيبقى ريجلر ولا ريجلر؟ واسمه ساينس. اذا ممكن يبقى ايه الريجلر؟ ايوه apart from mild sinus arrhythmia اللي بيسموها respiratory sinus arrhythmia. عايز تكتشف ان هي دي sinus عاديه، اولا لازم هتشوف بقيه الكرايتيريا بتاعت السينس ريزم. رقم اثنين جرب تاني وقول له اكتب نفسك هتلاقيها بقت زي المسطره. وخد بالك ان واحده من علامات ال early autonomic dysfunction في عينين مثلا زي diabetic patients انه يبقى زي المسطره. ده اصلا ده abnormal انك تلاقي المسافات بالظبط. اذا ممكن يحصل، وخاصه لو ان العين كنت بتعمله long strip والعين ايه؟ خد نفس وطلع نفس. اذا طبيعي انك تلاقي مايند ريسبيراتوري سينس ارثميا. طب انا عرفت ازاي من مثلا انتر فيبريليشن او من اي حاجه ثانيه؟ لازم بقى اكمل بقيه الايه؟ بقيه الكرايتيريا. انا لا ممكن تبقى اكستريم قوي عادي. طيب رقم اثنين لازم البي الاول ولا الكيو ار اس الاول؟ لازم البي قبل، لان الاس نوت فين؟ في الاترم. اذا هتلاقي في بي ويف بيفور اتش كيو ار اس كومبلكس. طب ما بصوا ادي البي ويف اهي تمام. يبقى المسافات ما بين الار والار تقريبا ريجولر، وفي بي ويف قبل كل كيو ار اس كومبلكس. حلو. طيب مين اللي موجود عند الكتف اليمين دي؟ اي ليد؟ اي في ار. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ طب مين اللي عند زاويه 60 تحت كده دي؟ ليد 2. طيب بما ان الاتريوم بيتكهرب من الاس اي نود اللي هي موجوده فوق على اليمين، يبقى بالنسبه للاي في ار بتقرب ولا بتبعد؟ بتبعد. يبقى البي ويف المفروض تبقى ايه؟ نيجاتيف.
انما في ليد 2 كهربة الاتريم بتقرب وبالتالي المفروض تبقى ايه؟ بوزيتيف. يبقى المفروض البي ويف دي هتلاقيها بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف فين؟ في في ار. يبقى مبدئيا لازم تلاقي ريجولار ار ار انترفال، بس ممكن يبقى فيه مايلد ريسبيراتوري سينس اريزمي. لازم تلاقي بي ويف قبل كل كيوريس كومبلكس، صح؟ والبي ويف دي بقى دي المواصفه الثالثه، انها البي ويف تبقى بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف فين؟ في في ار. طيب بعد شويه لما هتكلم انا في الاريزمي في اخر اليوم هقول لك لو الكهرباء طالعه من الاي في نود وبتكهرب الاتريم من تحت لفوق، يبقى تلاقي البي ويف في ليد 2 مالها؟ نيجاتيف. وهتلاقي في اي في ار ايه؟ فتقدر تشخص بيها جنكشن ريزم لما طالع من تحت لفوق. خلاص؟ يبقى ده لو الساينس ريزم. ايه رايكم في الاي سي جي ده؟ حد يقدر يحسب الريت؟ حد يرفع ايده ويقول لي تطوع. طب يلا تعال هنا، تعال تعال. طيب قول. صح. ده هي 300 على 10 فيها 30، يبقى اكتر من 30 شويه، مش كده؟ 1.32 بيت بالمية. ده اخباره ايه ده؟ ده برادي. جميل. طيب ايه رايك بقى لو انا قلت لك ان دي ليد 2؟ هل ده ساينس برادي كارديا؟ نقول كده. السؤال الاول، هل دول ريجولار ار ار انترفال؟ ايوه. رقم اثنين، هل في بي ويف قبل كل كيوريس كومبلكس؟ ايوه. هل البي ويف دي بوزيتيف في ليد 2؟ لا، دي نيجاتيف، يعني طالع من تحت لفوق لفوق. يبقى ايه دي؟ جانكشن ريزم. وهي الايفي نود اصلا بطيئه، فده جانكشن ريزم بيبقى برادي. بس الريت اتكلمنا عنه. جانكشن بريد. الاكسس اتكلمنا عنه. البي ويف اتفقنا ان هي نورمال، بتبقى بوزيتيف في ليد 2 ونيجاتيف فين؟ في في ار. هنضيف عليها حاجه بقى، طب ارتفاعها والويت بتاعها قد ايه؟ ايوه 2.5 في 2.5، 2.5 سمول سكوير بالعرض و2.5 سمول سكوير في الايه؟ في الطول. والدكتور محمد هيقول لنا بقى ماذا لو زادت. خلاص؟ البي ار انترفال، كلمه انترفال في الاي سي جي يعني جزء في الاي سي جي في ويف او ويفز مع سيجمنت او سيجمنت. ويف يعني ديفليكشن، انحراف اباب او بلو الايزوليكتريك لاين، وسيجمنت يعني حاجه على الايزوليكتريك لاين، خط. فلما اقول بي ار انترفال المقصود بيه من اول البي from the beginning، يعني البي داخله فيه of P to beginning of A، مش of R، of QRS. خلاص كده؟ يعني من الاخر البي ويف داخله ولا مش داخله؟ حلو. طيب هو اصلا الـ QRS complex يمثل ايه؟ Ventricular depolarization. حلو. اذا الـ PR بيمثل ايه؟ لا لازم تقول لي الاول البي اللي هي اتريال ديبولاريزيشن وبعديها الكوندكشن في الاي في، يبقى اي في كوندكشن. اقول اي في نودال كوندكشن ولا اي في كوندكشن؟ لا هقول اي في كوندكشن، لان ممكن يبقى اللي عنده اكسسوري باس واي بيوصل الكهرباء بدل الاي في نود، وساعتها هيبقى اسمه ده اكسسوري باس واي ما هوش اي في نود. انما الطبيعي انه يبقى الاي في نود هي اللي بتوصل. من الاخر البي ار انترفل يعبر عن ايه؟ عن الاتريال ديبولاريزيشن بلس الكوندكشن فين؟ من الاتريم تو ذا فنتريكل، اي في كوندكشن. طيب النورمال بتاعه بقى هيبقى ارتفاع ولا عرض؟ عرض بس؟ لا عرض بس، احنا بنتكلم على انترفال زمن. فالنورمال بتاعه من 3 ل 5 سمول سكويرز. افتكر الارقام دي، اذا لو كان اكتر من 5 يبقى طويل، يبقى ده عمل ايه في الكوندكشن؟ يبقى الكوندكشن بقى اسرع ولا ابطا؟ ابطا، لانه خد تايم ايه؟
اكبر. طب لو كان اقل من 3 يبقى الكوندكشن كان ايه؟ احنا نعرف ان الاي في نود هي اللي هتوصل في الرينج ده. اقل من 3 يبقى ده اكسسوري باسوي بقى، حاجه ما عندهاش ديلي، لان احنا كنا خدنا زمان الاي في نود عندها ايه؟ فيسيولوجيكال ديلي. خلاص يبقى ده الطبيعي. حد يقدر يحولها لي بالملي سكند؟ يبقى 120، ما هي المربع الصغير 40 ملي سكند او 400 ثانيه، يبقى من 120 لكام؟ ل 200 ملي سكند، عشان اللي بيمتحنوا امتحانات بورد وكده بيستخدموا الملي سكند بس اكتر يعني، ما يقولوش مربعات. كي ار اس كومبلكس امتى اقول؟ الاول هو بيمثل ايه؟ قلنا ده بيمثل فنتريكولار ايه؟ ديبولاريزيشن. امتى اقول عليها كيو وامتى اقول عليها ار وامتى اقول عليها اس؟ الار هي بوزيتيف ويف في الكي ار اف كومبلكس، يبقى الكيو مالها؟ نيجاتيف. كده انا محتاج اعمل ايه؟ افرق ما بين مين ومين؟ الكيو والاس. الكيو نوت بريسيدد باي ار، انما دي الاس بريسيدد باي ار. خلاص؟ يبقى لو في نيجاتيف قبلها ار بقت اسمها اس، لو في نيجاتيف ما فيش قبلها ار تبقى كيو، والار دي البوزيتيف دايما. يلا بقى نسمي، تسموا الكومبلكس ده ايه؟ كيو ار اس. طيب تسموا ده ايه؟ ار اس. طيب انتوا شايفين ولا لا؟ طيب طب تسموا ده ايه؟ كيو ار. طيب تسموا، ايوه بقى عندي ار اس ار داش. طيب تسموا ار، ساعات يقول عليها مونوفيزيك ار مش كده؟ طيب تسموا دي ايه؟ اعمل بقى مش شايف بقى وعايز احسس على الزعم. لا ولا ترسل يا جماعه، سموا في حدود القواعد اللي انا حطيتها دي دلوقتي، بوزيتيف ولا نيجاتيف، واللي بعديها هل دي نزلت تحت الايزوليتريك لاين؟ ما نزلتش. الله، يبقى دي بقى ايه؟ ممكن ار ار داش، صح؟ ممكن اسميها نوتشد ار. طيب دي لو على حسب القواعد تبقى كيو بس، صح؟ هي في قبلها ار. طيب خلاص تبقى كيو. فين النوتش؟ فين النوتش؟ نوتش يعني فيها حفره، يبقى دي كيو. بس بعض الكتب فعلا بتكتب كيو اس، خلاص؟ وفي الغالب لما بيكونوا بيقصدوا كيو اس دول بتبقى عامله كده، يعني تلاقي نوتش بقى في الغالب. خلاص كده اتفقنا؟ يتبقى لينا بقى، طب هي ليه عامله كده؟ يعني ايه اللي مخليها كده؟ ليه عامله كده؟ ده حته نظري، احنا مالنا ومالها؟ لان هتفرق معانا، والدكتور محمد نور بيشرح لنا دلوقتي ايه؟ الليفت فنتيكولار انلارجمنت والباندل برانش بلوك. طيب باختصار شديد كده، الليفت باندل برانش اسرع من الرايت باندل برانش، حلو؟ اول حدث بيحصل في كهربه الفنتكل هو كهربه السبتم ولا الايبكس ولا الفري وول؟ ليه؟ لان الكهرباء ماشيه من الاي في نود اللي داخله في السبتم. اذا اول حدث هيحصل هو، عايزين نغير اللون هنا، الاحمر مهم. اول حدث هيحصل هو كهربه مين؟ السبتم. كويس؟ سبحان الله، احنا عندنا اي في نود كان ممكن مثلا الكهرباء تمشي من الاترم للفنتكل، من خلال كل اترم يكهرب الفنتكل تحديدا، يعني الليفت اترم يكهرب الفنتكل والبرايت اترم يكهرب الفنتكل، والكهرباء تمشي كده. لما ربنا خلى ما بين الليفت اترم ما بين الفنتكل والاترم في فايبر ستيشن، ما ينفعش يوصل الكهرباء، وبقت الحته الوحيده اللي هتوصل الكهرباء لما اختلف الفايبر ستيشن هي مين؟ الاي في نود. طيب ليه بقى؟ لو انت الكهرباء ماشيه من بره، كانت اول حته هتتكهرب في البنكل هي البيز ولا الايبكس؟ البيز. يبقى هيكونتراكت منين الاول؟ عشان يقعد يتم ناحيه، بس الجريد فيزر فين؟ فوق. فاقتضت حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان الكهرباء تمشي الاول فين؟
بتسافر عشان تروح تكلم مين قوي وبعدين تطلع من هنا الكونتراكت من تحت لفوق كده من الاي تو دي هيقوم يضغط الدم ده كده يعني حاجه طبعا ده كان ليه ضريبه ضريبه ان احنا عندنا نتيجه واحد بيوصل لو انت ضربت لو ضربت الحته دي خلاص انت كده ما الاي في نود الفريق الوحيد للبرودكشن بس برضه ربنا لانه حكيم سبحانه وتعالى حتى دي اللي بتحصل حاطط لنا تيست ميكرز ليتنس موجودين في البنك عشان تفضل تشتغل لغايه لما حد يلحق خلاص او تعالى السبب المهم يبقى انا مش عايز اكتر القرارات السبتر قرارات السبتر انا كنت بقول لكم من شويه ان الليفت باندل برانش اسرع من الرايت باندل برانش يعني لو هقسمه نصين كده يبقى اي نص بيكهرب الاول الشمال يبقى الكهرباء في السبتم يبقى اول حدث هو السبتال ديبولاريزيشن وفي الحقيقه لو هنقسمه نص السبتم الشمال الاول بعد نص السبتم اليمين يبقى كان الكهرباء مشت فيه كده صح من الشمال للايه لليمين فاهمين دي هو لان الليفت باندل اسرع من الرايت باندل فالليفت بارت اتكهرب قبل الرايت بارت فكان دي بعد كده دي فيبقى الكهرباء مشت فروم ليفت تو ايه تو رايت وده الحدث رقم واحد الحدث رقم اثنين بقى نوصل عند الايبكس وهنا عندنا مفترق طرق هنروح نكهرب مين ومين الليفت فنتكل والرايت فنتكل مين عنده مصل ماس اكبر يبقى الكهرباء هيبقى اتجاهها محصلته لفين تو ذا ليفت يبقى تاني حدث كهرباء الايبكس اند ذا ليفت فنتكل لان الليفت فنتكل اكبر فدي هتبقى ماشيه تو ذا ليفت رقم ثلاثة نرجع بقى للبيزز اوف ذا هارت بقى والرايت فنتكل عندي هنا في 1 وعندي هنا في 6 تعالوا نشوف كده اول حدث اول حدث هو كهربه السبتم بالنسبه للفي 1 بتقرب ولا بتبعد لا كله اشترك بقى يا جماعه الفي 1 هي اول حدث هو كهربه السبتم ماشي من الليفت للرايت يبقى بالنسبه للفي 1 دي بيقرب يبقى هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف بس بوزيتيف صغير عشان السبتم صغير وبالتالي ادي بوزيتيف صغير بعد كده كهربه الايبكس وليفت فنتكل بالنسبه للفي 1 بتقرب ولا بتبعد بتقرب ولا بتبعد ايه دي الكهرباء بتاعت مين الليفت فنتكل والايبكس بتقرب وتبعد من مين يا جماعه الكلام ده بص المحاضره دي على الحته دي مره تاني اول حدث كهربت السبتم وده بيقرب من انا بتكلم على في 1 دلوقتي فاول حدث بيقرب منها وبالتالي يرسم بوزيتيف صغيره تاني حدث كهربت الايبكس والليفت فنتكل وده بالنسبه لفي 1 بيقرب ولا بيبعد بيبعد ولان الليفت فنتكل ماسل ماس كبيره بقى هيبعد كتير يبقى يرسم نيجاتيف بس نيجاتيف مالها كبيره تالت حدث بقى هو كهربه البيز والرايت فنتكل ايه رايكم الكهرباء اللي رايحه ناحيه الرايت فنتكل دي بتقرب ولا بتبعد من في 1 بتقرب يبقى ترسم بوزيتيف ولا نيجاتيف بس في واحده ثانيه هنا دي بتاعت الليفت فنتكل دي بتبعد من في 1 ترسم ايه طب ما انا عندي واحده بتبعد واحده بتقرب خلاص يلاشوا بعض فنبقى ايزو الكتريك حد بقى دكتور سمي لي الكيو ار اس كومبلكس ده سميه ايه كنت معانا من شويه ولسه جاي طيب ده كيو ار اس ولا ار اس ولا اس ار ولا كيو ار ولا ايوه ده ار صغيره اس كبيره وده النورمال كويس كده طيب عايزين بقى نشوف ماذا لو في ال V6 اول حدث هو كهربه السيبتم بيقرب ولا بيبعد بيبعد يبقى يرسم بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف صغيره وبعدين كهربه الايبكس ولا سيركل بتقرب ولا بتعمل في 6 ترسم بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف مالها كبير بعدين تكمل بقى تبعد بعيد عن من في 6 تروح ناحيه البيز يبقى بتبعد ولا بتقرب دي بتبعد عن في 6 يبقى ترسم ايه طب ودي بتبعد ولا بتقرب من في 6 بتبعد برضه اذا كله بيبعد يبقى يرسم ايه نيجاتيف نسمي كومبلكس كيو ار اس اذا في في 1 الار صغيره والاس كبيره في في 6 الار كبيره والاس صغيره واللي بينهم بينهم يعني ايه يعني كل ما نقرب بقى في 2 في 3 في 4 في 5 هتلاقي الار عماله بت ايه
والاف ده طبيعي عشان لو لوست هيبقى فيه مشكله. حد عنده سؤال؟ في حد مش فاهم ده جت منين؟ الكلام ده كله غايه الاهميه للي جاي. This is a normal ECG. يلا تعالى نعلق عليه كده بقى. اول حاجه بصيت عليها انا شفت الكاليبر، شايفينه؟ مربعين كبار، يبقى ده نورمال. خلاص بقى ما اشغلش دماغي بقى ايه بانه لا ده هضربه في اثنين ولا اقلله في اثنين، هو كده السايز طبيعي. طيب بعد كده ابص على الريزم، هل ده ريجولر ولا ايه ريجولر؟ ده ريجولر. واخدين بالكم ان هو عامل لي ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثه، اي في ار، اي في ال، اي في اف، دول الليمب ليدز، كويس؟ بعد كده بقى الشيست ليدز، في واحد، في اثنين، في ثلاثه، في اربعه، في خمسه، في سته، وبعدين بقى عامل لي تحت كده في لونج ستريب، تمام؟ من ليد اثنين. فانا هبص على اللونج ستريب، ايه رايكم؟ هل الار ار انترفال ريجولر ولا ايه ريجولر؟ طيب ايه رايكم في دي؟ بالنسبه للي بعدها دي. ايوه بس دي حاجه بسيطه قوي، فرق صغير قوي. طب ما تشوف، ما يمكن العيان كان واخد نفسه في اللي قبليها وهنا بيعمل اكسبيريشن، فالهارت ريت ايه؟ قل شويه، يبقى انا محتاج اتاكد هل ده ساينس ولا مش ساينس. عشان اعرف ساينس ولا لا ابص على البي ويف. هل في بي ويف قبل كل كيو ار اس كومبلكس؟ قبل كل كيو ار اس كومبلكس؟ ايوه. طب البي ويف دي في ليد اثنين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ في اي في ار؟ اذا ده ايه؟ ساينس. والحته الصغيره اللي هو اللي حصل ان وسعت شويه دي كان العين بيطلع نفس، مش حاجه. طيب تاني حاجه احسب لي الريت. يا تقسم 300 على ايه؟ على الار ار. طيب الار ار انترفال قد ايه هنا؟ ادي مربع، 2 3 4 ونص. لو كانت 4 300 على 4 فيها كام؟ فيها 75. لو كانت 5 يبقى ما بين 75 و 60 يبقى كام؟ خلاص 78 ازاي؟ 68. طيب تالت حاجة بص على الاكسس. هنبص على ليد واحد واي في اف. واحد بصل فين؟ واي في اف. ده ايه ده؟ نورمال اكسس. خلاص؟ جميل. يبقى مبدئيا كده this is a normal ECG حتى الآن. ال ST segment بين ال ST segment وال 2 wave انا عارف طولت بس يعني هيفرق ان شاء الله معاكم ومع زمايلنا اللي جايين دلوقتي. ال ST segment لا مش واضحه دي. شايفين كده؟ ال ST segment هو احنا كيو ار اس كومبلكس يمثل فنتريكولار ايه؟ ديبولاريزيشن. طب والتي؟ ريبولاريزيشن. الله، امال الاس تي سيجمنت هو جزء من الريبولاريزيشن. بس لو تفتكروا زمان كان في حاجه اسمها البلاتو بتاع الفنتكل، الفنتكل بيقعد متنح شويه كده ديبولارايزد ومش راضي ينزل وبعد كده يريبولارايز. فالتي ويف في الحقيقه هي مع مين؟ مع الرابد ريبولاريزيشن الاخير، وده هيمثل البلاتو فيز بتاع الاكشن بوتنشال. ومش مهم بالنسبه لنا، اهم حاجه لان هو ايز سيجمنت يبقى المفروض يبقى ايه؟ يعني ايز الكتريك يعني على الخط. تقول لي الله، طب هو الايز الكتريك ده الاي سي جي يعني عليه علامه تقول لي ان ده الايز الكتريك لاين؟ صح. اي حاجه ممكن تتغير، يعني مثلا ما انا ممكن اخد مش الاي سي جي اعمل كده؟ اه نرسمها فوق. ممكن اقول الايزو الكتريك لاين هو الاس تي سيجمنت، صح؟ كويس عليه الباقيين، بس في الحقيقه اصلا في ابنورماليتي اسمها اس تي سيجمنت اليفيشن. والاس تي سيجمنت ايه؟ اذا ما اعرفش اقيس عليه ما دام هو ممكن يطلع وينزل. طب ممكن اشوف ده البي ار سيجمنت. ممكن وممكن البي ار سيجمنت يبقى ديبريزد وممكن يبقى اليفيتد في اتريال انفاركشن او في البيريكارديتس بيحصل، وبالتالي بيتغير برضه. انما اللي مش هيتغير ابدا ده، لان ده وقت ما بين ضربتين، وقت اصلا الهارت الكتريكالي سايلنت،
فده ده هو ده الايزوليكتيك. اذا الايزوليكتيك بتاعي هو انه هو التي بي سيجمنت خلاص، هو ده اللي بنقيس عليه. التي ويف قلنا بتمثل ايه؟ الفنتريكولار ريبولاريزيشن، والدايركشن بتاعها في الغالب بيبقى مع الكيو ار اس كومبلكس، يعني بيبقى تقريبا زي الكيو ار اس ايه كومبلكس. يعني لو كيو ار اس كومبلكس معظمه لفوق هو تلاقيه لفوق، لو كيو ار اس كومبلكس معظمه لتحت تلاقيه ايه لتحت. اذا هي في الغالب ماشيه في نفس الدايركشن بتاع مين؟ يهمني بس حاجه بقى، رقم واحد الشيب. التي ويف از نوت سيمتريك، يعني تلاقي طلعتها مش زي نزلتها، طلعتها مش زي نزلتها. يعني لو جبت من الايبكس بتاعها وعملت خط كده عمودي تلاقي اللي قبلها مش زي اللي بعدها خلاص. لو لقيتها كده بالظبط لا في ابنورماليتي. ايه هي؟ مش هقول بقى، بس هي المهم ايه، المفروض ان التي ويف ما تبقاش ايه سيمتريك، مش متماثله، طلعتها مش زي نزلتها. رقم اتنين ما تعلاش اكتر من، يعني المفروض تبقى اقل من او يساوي 2 بيج سكويرز في الطول. اكتر من 2 بيج سكويرز يبقى في ابنورمالتي. اتفقنا؟ انا كده انتهيت. لو في حد عنده سؤال، سؤال.